قاعد اشوفه مثلا بالشعر. قبل فتره كانوا الناس يطقطقون على الشعار اللي يبيعون، يعني كانت قبل فتره ما في شاعر يقول اني انا ابيع قصايد. يبيعها شلون؟ يعني اعطيك قصيدتي وتقول انت انها لك؟ اي، او انك تكتب قصيده تعطي مثلا دوك القصيده هذه مدح بك. البيع باشكاله. انا اقصد انه جت فتره في ناس كانوا يتكلمون انه يطقطقون على الشعار انه انت الذي وانت الذي يلا خذ فلوسك، فهمت؟ ليه ما وصلنا لفتره الحين انه كثار من الشعار يقول اي والله انا ابيع، انا تكسس، صار موضوع عادي. هل هو اصلا هو عادي والناس حطت انه موضوع لا غلط اللي قاعد يصير، او انه العكس هو غلط؟ والله شوف، والناس ما تدري وش هي، على حسب المسمى. تقول بيع، اكيد اني بقول كذا، انا برفض الفكره. بس 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 كربت بس بتقاول البيع اني انا اعطيها واحد وياخذها وينسبها لنفسه، هذه لا مرفوضه. انا ما اقبلها. فينا في ناس يا اخي يمكن شيء ما هو بحرام ويدخل له رزق من هالجانب، وبكيفه حر. الناس لا منها لا طواها الجوع باعت اللي على ظهورها، خل القصيده صح. فما ماني برايح ان انتقد الناس ليش تبيع قصيده وليش طيب مسترزقهم الله كيف، بس انا ما اقبل. يعني بقول انه انت تكتب قصيده واحد ينسب له، هذه مرفوضه بالنسبه لي. بالنسبه لي انا لا. طيب واحد طلب منك قصيده يبي يقولها، خلينا نقول انا مثلا والله بقولها لبرزيقة، وبرزيقة انا اطلب منه مسرح، قلت ما اعرف انا اكتب، عطن قصيده بدون ما يعني تصير ما هي قصيده، ذيك القصيده اللي إيه بس قصيده يعني تنسبها مدح. تنسبها لنفسك انت كمدح. هو بينسبها يعني لنفسه، خلصين منه. هو قال انا شيء اقوله انا وينسبه غيري له لا مضح. فيديو كليب شاهد، فانا اعطيك القصيده بس الناس تدري انها لي، عادي ما عندي مشكله. بس لا، هل ابو غنى يرفض انه يترزق من وراء القصيد نهائيا مره؟ لا بالعكس يا اخي، يعني انا اقصد مثلا ولا القصيد مصدر رزق، الاعلام مصدر رزق، كل شيء فيه رزق. نعم انا لا، انا اقول انا لولا الله ثم الشعر ما جلست معك الحين. مو مساله اني انا ما استرزق من وراه، لا فيه رزق الشعر لكن بالطريقه الصحيحه. وش الطريقه الصحيحه طيب اللي يشوفها سعد؟ يعني ممكن في الامسيات، انا نادوني في الامسيات واجي والقي قصيده مدفوع لي، اعمال اسويها بيني وبين منشدين. نعم ممكن. الديوان الشعري كاتب من قصائدي انا في كتاب ويباع في السوق، يجيني منها دراهم، هذه برضو مصدر رزق صحيح. بس لكن ينسب احد ثاني له لا. اي يعني مشكلتك في بيع القصائد لاشخاص بينسبونها لهم مثلا؟ اي ما حتى في المدح، ترى المتنبي اللي كل اللي يتغنى بقصيده اليوم كان يمدح سيف الدوله ما وغيره، ما خلى احد ما مدحه. يا اخي في ناس طلعوا بالفتره هذه بدوا يعني، من انت يا المتنبي؟ ومن انت يا هذا شو؟ الانتقادات. لا لا لا، يعني يقول من المتنبي اصلا يعني؟ انتقاد إيه؟ يعني استنقاص، مو انتقاد، يستنقص منه المتنبي. هل هذا يبي اضواء يعني؟ شوف احنا في المجال الان الاعلامي او في المجال الشعري في وقتنا الحاضر